حدث نادر وأزمة جديدة وانهيار تدريجي مستمر. أزمة جديدة ضربت صفوف المنتخب الجزائري وبطلها هو إسماعيل بن ناصر، نجم محارب الصحراء، والذي دخل في مشكلة كبيرة مع فلاديمير بيتكوفيتش. يبدو أن بيتكوفيتش فشل في إنقاذ الجزائر بعد الانهيار أمام غينيا في المواجهة التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. لاعبو الجزائر لم ينجحوا في تسجيل أي هدف في مواجهة غينيا، فرغم نهاية المباراة بثنائية لهدف وحيد، إلا أن هدف محارب الصحراء جاء بتوقيع أحد لاعبي منتخب غينيا الذي سجله بالخطأ في مرماه. ومع هذا الانهيار كان إسماعيل بن ناصر نجم ميلان الإيطالي بطل أحدث أزمات منتخب الجزائر عندما خرج عن شعوره غاضبا في هذه المواجهة، رغم أن بن ناصر معروف بالهدوء الشديد. ظل بن ناصر حبيس مقاعد البدلاء على مدار المباراة التي انتهت بخسارة منتخب الجزائر، ولم يلجأ بيتكوفيتش لنجم ميلان الإيطالي طوال اللقاء، رغم أن خط وسط الفريق كان يعاني طوال الوقت. على ملعبه ووسط جماهيره، خسر منتخب الجزائر مباراته الرسمية الأولى تحت قيادة المدرب السويسري الجديد الذي يتولى المهمة خلفا لجمال بالماضي على أمل التأهل للمونديال. العلاقة بين بن ناصر وبيتكوفيتش تدهورت بشكل تام، وهو ما أكده الجميع خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يكشف السر وراء عدم اعتماد مدرب الجزائر على نجم ميلان أو حتى الدفع به بديلا في المباراة الأخيرة. الأزمة بين إسماعيل بن ناصر وبيتكوفيتش بدأت في معسكر مارس الماضي الذي أقامه بيتكوفيتش لخوض مواجهات ودية للتعرف على اللاعبين، لكنهما دخلا في جدال عصبي باللغة الإيطالية، وهو ما شاهده عدد من المشاركين في هذا المعسكر. التقارير كشفت السر وراء هذا الخلاف، وهو رفض إسماعيل بن ناصر استبعاده من قائمة قادة منتخب محارب الصحراء، وأنه يرى نفسه الأحق بارتداء شارة القيادة في غياب محرز، لكن بيتكوفيتش منحها لياسين إبراهيمي. الحقيقة أن بن ناصر أحد أقدم عناصر المنتخب الجزائري وأكثرهم انتظاما في المشاركة، وكان لاعبا لا يمكن الاستغناء عنه في الفترة الماضية، لكنه أجبر على التنازل عن شارة القيادة يحصل عليها إبراهيمي. هذه الأزمة لا شك ستؤثر على مستوى المنتخب الجزائري مع افتقاد الفريق لخدمات وخبرات إسماعيل بن ناصر في وسط الملعب وعدم وجود الأسماء القادرة على تعويض غيابه. حتى الآن لم يتحرك بيتكوفيتش لحسم هذه المسألة ولم يتخذ أي قرار ضد بن ناصر، ولكن يترقب الجميع موقفه من لاعب وسط ميلان الإيطالية، وسيظهر الأمر بشكل واضح في المباراة المقبلة. ففي حالة ظل على مقاعد البدلاء فمن المرجح ألا يشارك بن ناصر مرة أخرى تحت قيادة المدرب السويسري.